بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل البارت الثاني من المحاضرة، تدريس المستوى الأول للأطفال. بعد ما أنطيتهم يعني استراحة وخلصت وحلوا ذني، يعني انتهت الدورة المحاضرة الأولى، فقبل لا تنتهي المحاضرة تنطونهم هذه الورقة، والورقة اللي وراها ورقتين واجب، يكون الواجب هذه الورقة. أنا يقوم أنا يعني كاتب كل شيء كدليل للمدرب، يقوم الطلاب بحل كل جدول على المعداد والتدريب على تصفير المعداد وطريقة مسك القلم واستخدام الأصابع الصحيحة في تحريك الخرزات. كل رقم لا يحمل إشارة تعتبر إشارة جمع، هنا تفهمون الأطفال قبل لا يروحون بأن هذه الأرقام يعني اللي ما بها إشارة هي إشارتها جمع، لأن إحنا يعني المصادر أغلب المصادر ما تخلي الإشارة، فقط يعني قبل فقط إشارة الطرح موجودة. فتنطونهم هذه الورقة والورقة اللي وراها، يعني تكون هاي واجبات يحلونها بالمنزل، هاي أيضا الورقة يحلونها بالمنزل. وهنا عندي توقيت الحل، قل لهم أنت شوف هي 5 دقائق، فقل له أنت شوف إيش قد التوقيت توقت أنها تحلها، مثلا 8 دقائق أو 10 دقائق، لأن بداية ما يكونون سريعين، فإحنا ما نركز على التوقيت. فهنا تطلب مرقتين وتنتهي المحاضرة ويروحون الأطفال للمنزل. تمام، الآن راحوا الأطفال للمنزل. في المحاضرة القادمة، المحاضرة الثانية، خلصت الآن المحاضرة الأولى وراحوا الأطفال للمنزل، المحاضرة الثانية أول ما يجون الأطفال شو تسوي أنت؟ تشيك على الواجبات مالتهم اللي أنطيتها لهم. تمام، فهنا بالبداية تقوم مثلا طلاب، مثلا انت بصفك الان 20، فتقوم 5 4 حتى ما يضيع عليك الوقت، تقول له احمد اريدك ترد لي اجابات السطر الاول. هنا احمد مثلا حال يرد لك، ما يقول لك اي تساوي كذا وبي تساوي كذا حتى ما يضيع الوقت، راسا يقول لك مثل هاي اشاره اجابتها كذا، هاي اجابتها كذا 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 كذا. حسين رد لي السطر الاول ايضا، مثل علي يرد للسطر الثاني من الإجابة. تمام، خلصت الصفحة الأولى، فأنت شو تسوي؟ ترد الإجابات الصحيحة، ترد الإجابات الصحيحة لهذا الجدول، والأطفال يصلحون وفق للرد مالتك. أنت طبعا يكون عندك كتابك نفسه مثلهم وحال بي مسبقا، يعني أنت حالها تكون الملاحظات حالها، هاي العفو المسائل حالها مسبقا، وترد لهم الإجابات الصحيحة. زين، والآن أيضا هنا عندي تجي للجدول الثاني وتقوم أيضا طلاب آخرين يردوا لك الإجابات، يعني تأخذ أول 10 دقائق من المحاضرة الثانية في مراجعة الواجبات، لأن ضروري جدا الأطفال يراجعون الواجبات. وكذلك نشدد على استخدام الأصابع الصحيحة في الحل وطريقة مسك القلم، تمام، أثناء يعني حل المعادلات. يعني أوكي تمام، الآن راجعت الصفحة الأولى، الصفحة الثانية أيضا يردون لك إياها بعض الطلاب. تمام، خلصت أول 10 دقائق، شو تسوي؟ أيضا الختم مالتك هذا الحلو البينجمات، وتجي تختم على الدفاتر مالتهم. تمام، حتى يعني تكون ردة فعل حلوة عند الأطفال وردة فعل حلوة عند الأهالي، يشوفون يعني الكتب مالتهم مرتبة وعليها ختم بأن المدرس أو المدرب حقيقة هو يعني قاعد يدربهم وقاعد يراجع لهم الأمور. بعض الأطفال إذا جاك ما حل، لا لازم تشدد على هذا الأمر، لكن ما نستخدم أساليب العنف أو هاي، لا إحنا نبتعد عنها. تشدد تقول له ضروري جدا تحل الواجبات مالتك، لأن إحنا بالتدريب لازم حتى نسقل السوربان، وحتى الاهالي بعضهم يتابعونهم، يعني تريد تسوي وياهم جروب واتساب مثلا او شيء، ينشرون بيه الاطفال، يدزون لك المقاطع مالتهم هم تدريبهم مثلا، وحتى تدريبهم في التقدم يتدربون. تخيل يحبون يعني بعض الاطفال يدرسونهم بالمنزل ويدزون فيديوهات انت تنشرها على المجموعه حتى يشجعون باقي الاطفال الاخرين. كذلك المقاطع اللي عندك انت تنشرها بالصفحه مالتكم مع المدرسه مثلا او المركز على الفيسبوك، او حتى تدسها ان احنا ننشرها كذلك. يعني هذا الامر جدا مهم. الان شيكت الصفحه الاولى وشيكت الصفحه الثانيه من الواجبات مالتهم، خلصت اول 10 دقائق من المحاضره. الان
تجي هنا للأطفال تقول لهم هذا عندي سؤال موجود هنا، عندي بجمع وطرح بسيط لحد الآن، جمع وطرح بسيط، ما عندنا أي مشكلة، احنا ما ماخذين أصدقاء رقم خمسة، يعني التقنية اللي اعتمدها أنا، احنا ناخذ جمع وطرح بسيط في الآحاد وفي العشرات وفي المئات، إلى أن الطفل يهضم المعداد ويهضم الحساب التخيلي وتكون عنده ثقة جدا عالية بنفسه، وبعدين ناخذ أصدقاء رقم خمسة اللي هي هتكون تحصيل حاصل. زين، الآن هنا تقول لهم يا أطفال هذا تحدي عندنا بالحساب التخيلي، أريدك تنظر إلى هذا المعداد الموجود بالصفحة وتحل هذا السؤال حساب تخيلي، يعني بدون استخدام المعداد، تنظر إلى المعداد الآن نظرة، مجرد نظرة، وأريدك تحلي هذا السؤال، تعطيهم توقيت 5 دقائق وتشيك الإجابات مالتكم. بعد أن انتهيت من حل هذا السؤال، أيضا يعني عندنا أيضا حل بالتخيل هذا السؤال، وهذا سؤال آخر مني، يعني أنت ما تأخذين حاليا، شو تسوي؟ تقول لهم الآن طلعوا الدفاتر مالتكم، عندنا سبيد رايتنج. سبيد رايتنج دائما تدخل لهم بعد ما تراجع الواجبات وتحلوا النشاط، بعدين تدخل لهم السبيد رايتنج. أيضا نفس الحالة عندك، السبيد رايتنج نفس الشيء مثل ما نوهت أنا، أيضا تجي تكتب لهم أرقام على السبورة، لكن أرقام مغايرة، مثلا 4 6، كيفك تختار، المهم 6 أرقام، 2 1 3، ونفس الشيء تعطيهم دقيقتين ويبدون الأطفال منبه، هالمرة هذا راح تلقاهم يعني حاليا 12 14 يعني صف، بس اللي أريدك تشدد عليه ما يحلم الأطفال هيك، يعني مثلا هنا 4 يكتب جواها 4، وبعدين يكتب 4، وبعدين يكتب 4، لا، قل لهم تخلص السطر يلا تنتقل للسطر الثاني حتى احنا نبدي نحسب عدد الأسطر اللي سويتها. نرجع الآن، عندي هذا حل تخيلي، لأن أنا المهم عندي هو الحساب التخيلي، الآن الطفل هو تعرف على المعداد وحل على المعداد، فهنا هذا حساب تخيلي. أيضا ينظر إلى هذه المعادلات كل طفل بوحده ويكتب النتيجة هنا عنده، يكتبها، العفو، يكتب النتيجة ويشوف التوقيت مالته. يقول لهم لكم مثلا هذا السؤال الجدول اللي تحلونه هنا، يجب على الطلاب القيام بالتنفس العميق وشرب الماء قبل إجراء العمليات الحسابية بالتخيل. لاحظ هذه الملاحظات أنا أكتبها، لأن يساعد الدماغ بشكل كبير على الحساب الذهني، هذه لأن الحساب الذهني يعني من شغل الدماغ ترتفع درجة الحرارة مالته. فهنا عندي أيضا لازم يشربون كميات كبيرة من الماء حتى الطفل يكون قادر على يعني ترطيب الدماغ، ما يسبب عندي أي إعياء أو أي استيعاب آخر، يعني يحل هذا السؤال بالتخيل. ويقول لهم اللي يحل هذا السؤال ينتقل أيضا على السؤال اللي وراه، حتى لأن بعض الأطفال يكونون أسرع من باقي الأطفال، فأنت حتى ما تسبب مشكلة ويقول لك أستاذ خلصت، ويظل يحكي، وهذا يقول لك أنا خلصت هذا، يقول له حل السؤال اللي وراه. تمام، يعني هذا التخيل جدا مهم. خلصت هذا النشاط، هذا هنا عندي حل بالتخيل اللي الصفحة اللي وراها تعطيها لهم واجب، بعدين تتركها هسه حاليا، بس من تخلص المحاضرة تعطيها لهم واجب. تمام، عندي هذا الإملاء، لاحظ هذا الإملاء أيضا راح يكون مرافق وياك في كل محاضرة، يعني السبيد رايتنج وكذلك الإملاء، الإملاء تاخذه بالبارت الثاني من المحاضرة. هنا عندي شنو معنى الإملاء؟ أنا مو خد... هنا عندي يسمونه الليسننج أو الإصغاء، شو تسوي؟ هنا تقول للأطفال أنت تريد هذا الجدول نفسه يسوونه بالدفتر مالتهم، أو تريد تعتمد على الكتاب، لكن أنا ذاكر لك بالكتاب، حتى الدفتر الخارجي نفس الحالة، هم ترد لهم في كل محاضرة إملاء، شوفوا شلون يكون. هنا أول مرة عندي لاحظ العنوان حل بالسوربان، أنت تاخذ عمليات من عندك، لازم تكون لك ملزمة خاصة، أنا راح يعني ندز لك إياها PDF بها عدة عمليات، آلاف العمليات في الجمع والطرح البسيط اللي هو متدرج، يعني أو تعتمد على الكتاب، تاخذ مسائل من الكتاب اللي بين يعني رقم 1 ورقمين و3 أرقام إلى آخره. هنا يسوون مثل هذا الجدول الأطفال،
فتبدي ترد لهم انت من المعادلات اللي عندك، قل لهم سوي مثل هذا الجدول وهنا النتيجه وهنا التصحيح. تسلسل مثلا هنا عندي واحد، المعادله الاولى اللي انت راح تردها من يمك حل بالسوربان، يحلون بالسوربان، لكن انت ترد المعادلات، تقول لهم الان اريدكم راح ارد المعادله الاولى في رقم واحد، فانت تاخذ معادله من عندك كاتب مسبقا وكاتب نتائج مسبقا، تقول لهم مثلا 2 زائد 2، لاحظ الايقاع مالتك مو 2 زائد 2، لا، احنا شويه شويه نزود بالايقاع ونزود بعدد الطوابق يعني تماشيا مع مرور المحاضرات مو راسا. فانا هسه مثلا انتم هسه رقمتم من الواحد للعشره، انا راح ارد لكم تحلون بالسوربان كالاتي، قل لهم المعادله الاولى يا ابطال، الان استعد ما اريد اسمع كلام، فقط انصت وياي. وكذلك تقول لهم ما يلحق، لا يقول ما لحقت، يترك رقم واحد فارغ، ومن نحكي المعادله الثانيه يكتب النتيجه، لان انا بعدين راح اعيد لكم المعادلات اللي ما لحقتوا عليها حتى يعني ما يسبب عندك اي اجراء. واللي يقول لك عيدها جاهله، قل لهم مثل ما قلت لازم تكون حازم بهذا الامر حتى الكل ينتبه وياك ويعتمد على نفسه. هسه خلينا واحد، راح ارد لكم المعادله الاولى شلون يكون الرد مالتك، 2 زائد 2، لاحظ المد جدا مهم في العمليات وفي اشارات الجمع والطرح، ليش؟ لان هذا المد اللي قاعد اسويه انا ينطي مساحه وقتيه للطفل بين هو يحرك الخرزات، تمام؟ لان بعده هو يعني ما متعود على هذا الشيء، فانا من اقول له 2 زائد 2 فما يلحق، من اقول له 2 زائد، هذا المد ينطي وقت ايضا للطفل يفكر حتى يحل، تمام؟ هسه راح اقول له الان يا ابطال رقم واحد المعادله الاولى 2 زائد 2 زائد 5 ناقص 9 الناتج، فهم الان حلوا على السوربان مالتهم. من تقول الناتج مثلا الناتج هنا صفر، يكتب في المعادله الاولى صفر، الان هو قال لهم الان تصفير او كلير، يعني باللغه الانجليزيه كلير، صفر المعداد مالتك، يبدي صفر المعداد مالته تهيئا للعمليه الثانيه اللي راح تردها انت املاء. الان وصلنا للمعادله الثانيه، اللي قال لك استاذ عيد او ما لحقت، قل لهم مثل ما كون حازم، قل لهم الجاهله، قل لهم انا راح نكمل العشره حتى تشوف الاطفال اللي عندك اللي بدوا يعني يتميزون اللي يتابعون على مود، يعني انت بعدين الخطه الجايه راح نعطيك اياها نشتغل عليها وفق هذا الاساس. الان قول لهم المعادله الثانيه هي 3، اول مره قلها ريدي او جاهز، اوكي، 3 زائد 1 ناقص 2 زائد 5 الناتج 7، يكتبون هنا 7 في المعادلة الثانية، يكتبون 7 كلير أو تصفير، صفر المعداد مالتك تهيئا إلى المعادلة الثالثة، قلم بيده تمام مثل هاي الحركة ويحل بصابعه. الآن نحل على السوربان احنا، لكن العمليات هي يمليها الأستاذ لهم، فرديت لهم تلا وفق هذا الأساس. الآن وصلت العاشرة كملوا، وقل لهم يا هل كمل، فاكو بيهم يقول لك تبدي تشخصهم اللي كمل كل المعادلات، اللي كمل 5 او 4 منهن، تمام؟ تبدي انت تعيد لهم المعادلات اللي ما لحقوا لها، لكن بالبدايه نعيدها بصوره ايضا بطيئه نفس الشيء حتى بعدين تقوم. احمد مثلا رد لي شنو هي النتائج كانت؟ حسين شنو هي النتائج كانت؟ اللي قومتهم حاليا انت تكون ما اشتركوا عندك سابقا يعني في رد الواجبات، او حتى الكل عندك يكون مشترك، ما اشترك عندك في موضوع معين في تدريب معين راح يشترك عندك في تدريب اخر، وهكذا يكون الاطفال كلهم مشاركين. بعدين من خلصوا ايضا انت شو تسوي؟ ترد لهم الاجابات الصحيحه ويكتبون التصحيح مالتهم هنا، مثل هذا مطلعه واحد وهو صفر، فيكتب التصحيح مالته هنا صفر، هذه المعادله مثل كانت مطلعها 8 والناتج مالتها 5 فيكتب التصحيح مالتها 5. ايضا تجي انت بالختم مالتك وتختم له على هذا الشيء. تمام، هذا الاملاء في كل، اذا ما لقيته موجود في الصفحه مال الكتاب اثناء المحاضره مالتك، انت تقول لهم رقموا لي بالدفتر مالتكم اللي سوينا بيه سبيد رايتنج،
وحتى من الواحد للعشرة وراح أرد لكم معادلات. الآن نفس هذا الإملاء راح يجي عندي بالتخيل، الآن راح يحلون تخيلي، أيضا يرقمون من الواحد للعشرة، لكن حاليا نفس المعادلات أو معادلات مغيرة، مو مثل هاي اللي قيدها لهم باستخدام التخيل دون استخدام المعداد. الآن نقول لهم راح نحل مينتال تخيلي، وأيضا نفس الشيء تبدي 3 طوابق 4 طوابق كيفك، وبعدين نتدرج نزودهن أكثر وأكثر. تمام، أيضا ردي مجهز، ترد لهم 2 زائد 2 ناقص 4 زائد 5 الناتج تخيلي. أيضا هذه الحركة تخيلون المعداد، قل لهم غمض عيونكم مثلا وتبع المعداد على السبورة والمعداد مالتك، المهم أنت تحسب حساب تخيلي. يا أخوان التدريب على الحساب التخيلي جدا مهم، لأن أنا يعني ما أخلي دائما الطفل يحسب على السوربان، أنا هذه بالبداية أخذت المحاضرة الأولى تعريفية على السوربان حتى الطفل يعرف موقع الخرزات، بعدين أفطمنا شوية شوية إلى أن أصل به إلى الحساب التخيلي. لا تخلون الأطفال دائما يعني كلهم هم يحسبون على السوربان، لان خب انطيه آلة حاسبه مثلا، او حكى الحساب بالاصابع خليه يحسب بالاصابع مالته مثلا، او حتى مثلا في رياضيات الفيدا اللي يسمونها راسا يطلعون الناتج، اللي هي يعني حقيقه ما تشغل عقل الطفل مثل السوربان. فالحساب التخيلي هو اللي يعني مهم في السوربان. خلصت هذا الاجراء، الان ياخذون استراحه الاطفال 10 دقائق. انا ايضا هذا عندي الملاحظه للمدرب، الآن خلصوا الأطفال مثلا 10 دقائق، فالمحاضرة اللي وراها يبدون يحلون بالسوربان مرة ومرة بالتخيل، يحلون هذه الصفحة. لكن هنا هسه عندي شنو هو لاحظ، يجب أن يكون وقت المحدد لكل جدول لا يتجاوز 3 دقائق في التخيل. أنت تحدد لهم وقت 3 دقائق، هنا يكتبون الناتج، تحدد لهم الساعة يعني مالتك الدق، يعني هذا المنبه مال وقتها في التخيل 3 دقائق، من يدق لهم فعل القلم. تمام، و5 دقائق على السوربان، لان الحل على السوربان يكون ابطا، هذا حل على السوربان وهذا حل على التخيل. زين، الان عندي هذا الجمع وطرح بسيط، شو تسوي؟ تعطيهم واجب هذه الصفحه. تمام، وقبل لا تروحون تعطيهم نشاط ترفيهي، لاحظ هذه النشاطات جدا مهمه. الآن عندي يقول لهم جد اختلاف بين الصورتين، لأن مو بس فقط يعني تدريب على السوربان، الطفل أيضا يعني يميل أو يصير عنده عياء، فتقول لهم هنا هذا أيضا هو نشاط ترفيهي، وأيضا هو هذا نشاط يعني يحاول شو يسوي؟ يزيد التركيز مع الأطفال، فيشوفون اختلاف بين الصورتين. هنا أنا كاتب لك أكو هواي اختلافات، يدل الأطفال مثلا إيجاد 5 اختلافات من هذه يعني اختلافات يأشرون عليها. مثلا هنا عندي شنو، هذا اختلاف الأول، هذا الطفل يرسم هاي الفاكهة، هنا يرسم ألوان، هيجي يأشرون عليها. هاي الأطفال يعني جدا يحبون هذه الأمور، وحتى يعني ما عندهم بالمنهج هيجي مادة منهجية، كلها المناهج مالتنا احنا حقيقة بس يعني جافة بالنسبة للطفل، فيحب هذا الإجراء. هنا بعد شنو عندي مثلا، لاحظ هنا عندي هذه البنت لابسة هنا وردي، هنا لابسة أصفر، هذا اختلاف الثاني. بعد شنو عندي هنا، هذا يعني هنا هذا ياخذ كاميرا، هنا ما عنده جنطة، هنا عنده جنطة. بعد أيضا اختلافات، هذه الشجرة الصفراء وهذه الشجرة أيضا صفراء، هذا لونها أخضر هنا عندي. لاحظ يعني العديد من الأمور اللي يحبها الطفل. تمام، وتخلص هذه المحاضرة تنطيهم واجب مثل ما قلنا، هذه الصفحة وأكو صفحة أيضا خليناها بالتخيل أيضا اللي مضت، تنطيها لهم ويغادرون الأطفال. من يجون بالمحاضرة الثالثة نفس الحالة، تبدي تراجع الواجبات مالتهم مثل ما قلنا، وبعدين تاخذ لهم سبيد رايتنج، وأيضا عندنا اجراء ايضا جدا جميل، هذا الاجراء اللي هو اسمه التيم. هذا التيم تاخذه ايضا في كل محاضره تحاول. شو تسوي؟ الان بعد ما عرفت الاطفال، يعني اكو بيهم سريعين اكو بيهم بطيئين مثلا اكو بيهم اتقنه، وتحاول تقسم الصف مالتك الى فرقتين، اللي هي مثلا
اي وبي، تمام؟ اي وبي عندي هنا، هذا اي وهذا بي، فاي مثلا 10 وبي 10، لكن تحاول تدمج تزاوج بين مثلا الفريقين مالتك، مو الزينين كلهم تخليهم بفريق وبعدهم بطيئين تخليهم في فريق اخر، لا تحاول يعني تدمج بيناتهم، توزعهم يعني بين يعني السريعين يتوزعون بين الفريق، تمام. هنا عندي تقول لهم فريق اي اريد يحل هذا الجدول على السوربان، لا يكون كل همك تكمل الكتاب وهاي هي، لا نحن نريد نتائج. انا يعني ليش قاعد هسه اتعب واشرح لكم وهاي؟ لان انا البرنامج مالتي اريده ينجح، فانت اذا تريد البرنامج مالتك ينجح وهاي ما اريد ابيع عن بس كتب وحقائب تدريبيه، لا احنا نريد استمراريه، فحاول يعني انت البرنامج مالتك ينجح من خلال تعب نفسك شويه. دائما الاجتهاد هو اللي يجيب نتيجه، الاجتهاد لا اظن يعني احنا يعني نوصل الى مراحل، انا صار لي 4 سنوات بالسوربان يلا وصلت الى هذه المرحله يعني اللي تونا بدينا نشتغل بها، يعني الامور لازم تنوخذ بالتدريج. وفريق بي يحل هذا الجدول، تمام، وتنطيهم توقيت 5 دقائق لانتهاء النزال، تمام، 5 دقائق تقولهم والمنبه مالتك 5 دقائق. فيبدي فريق اي وفريق بي يحلون. ففريق اي مثلا خلاص، فريق بي ايضا خلاص، خلصت ال5 دقائق، فتشوف هنا تجمع الـ يعني الاطفال اللي حلوهن، مثلا الطفل رقم 1 حل خلال دقيقتين، تمام، من الفريق اي هذا دقيقتين، بعدين هذا اللي حل الثاني ب3 دقائق، اللي حل الثالث مثلا ب6 دقائق او 5 دقائق. فهنا الفريق هذا تجمع اجاباتهم ايش قد يعني هذا اجاباتهم وصلت يعني الوقت مالتهم مثلا 18 دقيقه، فتقول لهم انتم الفريق اي استغرقتوا 18 دقيقه كلكم في حل هذا السؤال. فريق بي ايضا تجمع التوقيت مالتكم انتم مثلا 19 دقيقه، اذا فريق اي هو الفائز. هذا الاجراء ايضا تاخذه في كل محاضره، يعني الاطفال يحبون هكذا مسابقات. و هذا عندي اسمه تيم، يعني قسمهم الى قسمين، حل بالسوربان، ونفس الشيء ايضا عندنا حل بالتخيل. الان قسمهم فريقين، فريق اي وفريق بي، نفس الفرق، قلت اريد فريق اي يحل هذا السؤال بالتخيل الان، وفريق بي ايضا يحل هذا السؤال بالتخيل، ونفس الحاله تجمع التوقيت مالتهم وشوف الفريق الفائز. وايضا كاتب انا ملاحظه هنا للمدرب. الان عندك املاء، ايضا تاخذ املاء حل بالسوربان وحل بالتخيل للصف كله. وعندي هاي تدريبات منزليه، تنطيهم تدريبات، هذه الصفحه وهذه الصفحه، وتنتهي المحاضره. بعدين نفس الشيء المحاضره الثالثه من تجي ايضا نفس الاجراءات مالتك تقوم بها. لكن هنا لاحظ عندي المحاضرة الثالثة ايش راح يدخل عندك؟ رقم 10. لاحظ احنا كنا في عمود الآحاد بالجمع والطرح البسيط، لكن لازلنا في عمود الآحاد في الجمع والطرح البسيط، لكن هذه المرة شنو هو؟ دخلت عند 10 و11 و12 و13 و14 و15. لاحظ التدرج شلون يكون في يعني الكتب مالتي انا مسويها كالدواء، يعني جرعات انطي للطالب، يعني مو راسا انطي الامور او فقط عمود الاحاد وبعدين، لا ينوخذ على شكل جرعات. الان خلصنا، يعني لاحظ هذه الاول 3 محاضرات ايش قد تقوى بها الطالب وتعرف على المعداد وحل يعني حساب تخيل وكله جمع وطرح بسيط، وصارت الثقه عنده عاليه بنفسه. الان من دخل العشرات تكون جدا الامور بسيطه عنده. الان ايضا هاي 10 ما دخل فوق 16 او 17 او 18، لا هسه راح تشوفون شلون الكتاب يتدرج بهذا الامر. الان 10 زائد 1 زائد 1 10 زائد هاي الحله بالسوربان، تمام، وايضا عندي انا هسه يحلون بالسوربان وحل بالتخيل.
لكن حد ال 15 الآن عندي أنا أيضا حلم التخيل، وتستخدم نفس الإجراءات أيضا، يكون عندك يعني سبيد رايتنج، ويكون عندك ليسننج، لكن الليسننج الآن يدخل ب الليسننج سواء بالسربان أو بالتخيل، تدخل من الواحد لل 15، يعني تدخل لهم العشرات حد ال 15. تمام، لاحظ ايضا هذه صفحتين تعطيهم واجب، لاحظ هنا عندي املاء ايضا نحل بالسربان بالتخيل، لكن ندخل العشرات من الواحد لل 15، يعني ما نبقى فقط بعمود الآحاد، يعني نفس الاجراء، لكن وحتى الايقاع مالتك مال الرد راح يتغير، يعني وفق الملاحظات، مو تظل دائما بطيء، لا، مثلا 2 زائد 2 زائد 10 وتبدي ترد لهم هيك، يعني زائد 11. لاحظ ان الملاحظة الخامسة مثلا راح ندرب 16 17 18 19 20، كذلك المحاضرات ايضا عندك هنا، لاحظ هذا حلب السوربان وحلب التخيل ونفس الاجراءات تستخدمها. ان شاء الله ناخذ اسئلتكم. وقت المحاضرة للاطفال يعني ساعة ونص، يتخللها 10 دقائق يعني استراحة. عشر دقائق استراحة. نعم صفاء، نعم صفاء، ست صفاء فاتح الميكروفون. راح استعرض لكم الكتاب حتى تباعوا له شوية شوية، لأن احنا باكر أيضا نكمل شرح المستوى الأول. لكن لاحظ هنا الآن دخل عندي 21 22 23 24 25، وأيضا راح ناخذ عليها، لكن أنت تستمر في سبيد رايتنج والليسنينج الموجود عندك والمينتال ماث مع دخول هذه الأرقام الجديدة عندك اللي تاخذها، وأيضا يعني من تاخذ أرقام جديدة تمثلها على المعدات أيضا، والأطفال أيضا يمثلونها على المعدات وهكذا. وأيضا العفو أستاذ، بس نعم بس سؤال بالنسبة للمجاميع اللي أحسب لهم الوقت، أنا أحسب لهم الوقت لكل مجموعة؟ لا، أنت تقولي لهم مثلا للمسابقة؟ نعم، تقولي لهم مثلا هذا السؤال عندكم، أنتم سوينا قسمناهم جروب أي وجروب بي، تمام؟ أنت تحددين الوقت عندك هنا بالهاتف 5 دقائق مثلا، تحلوا لي، أريد المسابقة تنتهي 5 دقائق. أوكي. اللي ما يحل ب5 دقائق تقدرين تستبعدينه من يعني ما ينحسب التوقيت مالته، او تخلي لهم مثلا ناقص دقيقه، انا اخلي لهم ناقص دقيقه. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يعني هسه انا قسمتهم جروبين، جروب اي وجروب بي، فجروب اي كان مثلا 5 اشخاص وجروب بي 5 اشخاص، انطيتهم 5 دقائق ابدا المسابقه، أوقت النقال مالتي 5 دقائق ويدق، إذا دق النقال مالتي 5 دقائق أقول لهم فينش، انهوا المسابقة. بعدين أجي للجروب أي، أنت حليت إيش قد حليت الوقت؟ قال لك 3 دقائق. من الجروب أي أحمد حل ب3 دقائق، أكتب 3 دقائق، حسين حل ب4 دقائق زائد 4 دقائق، علي حل ب5 دقائق زائد 5 دقائق، يونس ما حل بالوقت المحدد ما خلص، فراح ناقص 1، يعني نقص من التوقيت مالتهم او ازود من التوقيت مالتهم دقيقه، ازود على التوقيت مالتهم يعني كعقوبه مثلا، يعني زائد او ناقص التوقيت مالتهم بما يخدم الفريق الثاني، تمام؟ وهكذا بالنسبه مثلا طلعوا 10 دقائق، الفريق الثاني نفس الحاله طلع مثلا 11 دقيقه، لكن هذا الفريق الثاني مثلا 3 منهم ما كملوا بالوقت المحدد فازودهم 3 دقائق، صاروا ايش قد مثل 14 دقيقة، فمن يكون كعقوبة مثل الفريق الأول الفائز، وهكذا. يعني هذه الأمور المسابقات هي جدا يعني ممتازة في
يعني تحفيز الأطفال، كذلك التدريب المنزلي أيضا جدا مفيد لهم. بالنسبة إيقاعك للحساب التخيلي لازم يكون أيضا في تناغم، يعني أنا مو دائما أظل أبدي على كيفي، لا نبدي شوية شوية إلى يعني نصعد. يعني مثلا هسه مثلا أعطيك في المحاضرة الأولى، احنا مثل ما قلت ردينا لحد الان بالجمع وطرح البسيط، ما داخل باصدقاء رقم خمسه، قاعد اغذي العشرات، اول مره اخذ ال 11 و12 و13 و14 و15، في كل محاضره اخذ خمسه زياده مثلا، تمام، الى ان اصل الى العشرات والمئات كله بالجمع، الجمع والطرح البسيط. الجمع والطرح البسيط هو جدا مهم، يعني التقنيه اللي استعملها انا بين احنا نمشي بالاطفال بشكل افقي بالمعداد، يعني هذا المعداد امشي به بشكل افقي، ادخل احاد وعشرات ومئات، جمع وطرح بسيط، الان الطفل يصير عنده امكانيه عاليه وثقه بنفسه، وبعدين يلا ادخل لاصدقاء الرقم خمسه مثل ما تشوفون. اثناء الرد ايضا لازم يزيد التناغم مالتك، مثلا انت بالمحاضره اللي مثل ما قلت رد 2 زائد 2 زائد 5 ناقص 9 الناتج، المحاضرة اللي وراها شو تقول؟ نفس الشيء 2 زائد 2 زائد 5 ناقص 9 زائد 3، الآن دخلت طابق، صار أربع أو خمس طوابق، تمام. المحاضرة اللي وراها زيد الإيقاع مالتك 2 زائد 2 زائد 5 ناقص 9، لاحظ هذا تزيد الإيقاع مالتك. من بدينا ناخذ عشرات، لا تقول ايضا 10 لكن الايقاع مالتك ينخفض لان دخلت العشرات مالتك، 10 زائد 2 زائد 5 ناقص 10، المحاضره اللي وراها تقول لهم لا 10 زائد 2 زائد 5 ناقص 9 ناقص 10، زيد الايقاع مالتك شويه شويه، كل ما تاخذ رقم تزود عدد يعني المعادلات بي، العفو الطوابق بي، وتزود الايقاع مالتك بما يتناغم مع الرقم الجديد اللي موجود عندك. هكذا يعني الامور تكثفون عمليات التدريب الحساب التخيلي. الحساب التخيلي جدا مهم، الطفل لا تخلونه يتعود على السوربان، الطفل اذا تعود على السوربان دائما ما يعني صعب يبدي يعرف الحساب التخيلي، وكذلك يوم يتعلم على السوربان راح يشوف الامور بسيطه، يعني يقول لك انا اجمع واطرح براحتي ما عندي اي مشكله، وينسى الحساب التخيلي، وهذه جدا مشكله، لان يعني دائما اذكره بان الحساب التخيلي هو المهم بالسوربان، المهم جدا بالسوربان، واحنا نحتاجه في يعني تشغيل عقل الطفل الى هذه في هذه المرحله. هنا عندكم وسائل تعليمية للتوضيح أو برنامج آرتشار وبرنامج ما أعرف هذا شنو اسمه تقصد به. الحقيقة الوسائل التوضيحية يعني هي هذه وضعت في يعني فترة كورونا، يعني زوم مثلا أو أونلاين، لكن المحاضرات حقيقة اللي الحضورية يعني هو بعد انتهى هذا العذر مال، فأفضل المحاضرات الحضورية دائما، لأن يعني الطفل في المحاضرات الحضورية نقدر نسيطر عليه بشكل كامل، نوسع يعني التدريبات. فالتدريبات اللي اعطيتكم أنا إياها جدا كافية يعني من الوسائل الإلكترونية دائما. فالبرامج اللي هذه فقط نشرحها احنا في عندما يكون التعليم الإلكتروني، لكن البرامج الحضورية هذه التقسيمات اللي ذكرتها أنا هي جدا مهمة، حتى هي مبتكرة، يعني هذا التيم أو غيره أنا يعني ما شفتها في بعض الكتب، فقط ينطونهم يعني السبيد رايتنج مثلا أو إملاء. فنحن ننوع بالمسابقات، لكن هذه البرامج أيضا مفيدة إذا نحتاج كحساب العفو أونلاين مثلا أونلاين. لاحظ هنا عندي هذا نفس الأمور اللي يعني تكررت عندي هذه، لكن إحنا بما يتوافق وين وصلنا نستخدم هذه الأمور اللي موجودة هنا إملاء أو بالسوربان وفق الخطة اللي يوضحها لك الكتاب هنا، يعني عشرات تستخدم عشرات وهكذا. خلينا نشوف بالله، لاحظ هنا الكتاب عندي يشرح، هنا عندي اختلاف بين الصورتين أيضا،
احنا وصلنا الى 30 31 32 33 34 35 36، كله جمع وطرح بسيط، جمع وطرح بسيط، وتاخذون هاي الارقام وتسويها مع المعداد وايضا يمثلونها لك على السوربان مالتك. لاحظ دخل عندي 30 و20 انت الكتاب انت تقسمه، لكن المهم يعني هاي الاساسيات اللي اعطيتك انا امشي عليها. في كل محاضرة سوي لهم مسابقات، في كل محاضرة تجري هذه الأمور عندك إن شاء الله. هاي أيضا عندك إملاء هنا. إن شاء الله نعم. تقسيم السوربان ما يعتمد على الصفوف، لا يعتمد عندي انا يعني منهاج روضه 4 5 سنوات، واول ابتدائي 6 سنوات، وعندنا الكل يبدي من عمر 7 سنوات فما فوق ياخذ المستوى الاول اللي هو هسه انا اليوم اشرح عليه. تمام ان شاء الله يوم غد راح نكمل تدريس المستوى الاول، نكمل